شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيا لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. إذا كان شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه، أو بدنا نعمل براشينج بسرعة لأنه إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، هالفرشية هي الحل. فالفورم براشي هي سشوار وفرشية بنفس الوقت، يعني بتطلع هوا وبنفس الوقت بتمشط. هي على الكهرباء ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي ونخفف الهواء والحرارة مثل ما بدنا، وبنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالفالفورم براش بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب $48 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته، خاصة تياب نضاف ومرتبين؟ ديتاش إكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة، على الإيد، وفينا نرشه بخاخ. طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر، زيوت، شو ما كان كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، الشراشف، الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التياب وحتى على الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس الكيلو بداين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب $40 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. إذا بدنا نعمل بوب كورن بطريقة صحية وسريعة، ما قلنا إلا هالماشين يلي بتعملنا كمية كبيرة من البوشار وبسرعة، من دون ما نزيد لا زيت ولا زبدة. بوب كورن ماشين تشتغل على الكهرباء، يعني ما بقى بحاجة للغاز ولا لطنجرة تنعمل بوب كورن. خفيفة الوزن وفينا ننقلها من محل لمحل، وأكيد الأولاد رح ينبسطوا فيها كتير، وحتى فيهم يستعملوها هن بكل الأماكن. ما قلنا إلا نحط الحبوب هون وندورها خلال دقيقة أو دقيقتين، وبنحصل على البوب كورن الصحي اللي بدنا إياه. هالبوب كورن ميكر فيكن تحصلوا عليها ب $42 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. كلنا منحب ناكل تبولة، بس منعطي الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكند تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما ينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي ببكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا. والأهم كمان إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين، وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعه، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى الجزر. بتقطع على شقف صغيرة من دون أي مجهود، بأصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفورة لمدة 2 سنين، وفيكن تحصل عليها ب $32 بس. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري.
إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين تنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح. الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بغناطيس كتير قوي يلي بينظفنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب $36 وللدوبل فيتراج ب $75، والأهم إنه مكفولة لخمس سنين. تصلوا بالسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. مشكلة الشعر الزايد مشكلة بيعاني منها الرجال والسيدات، بس محلولة مع هير ريموفر يلي بتشتغل على الخيط، وهيك بطريقة كتير سهلة بتخلصوا من الوبر أو من الشعر الزايد بالوجه بالحواجب والجسم. ما بتسبب جروح ولا حساسية ولا حتى وجع على عكس آلات إزالة الشعر. هير ريموفر بتشتغل على الكهرباء ومزودة بتشارجر ومكوك خيط بداين لمدة طويلة كتير. هير ريموفر سهلة الاستعمال، مش بحاجة لتستعملوا الخيط بإيدكن، بسهولة بتوضعوا مكوك الخيط على هير ريموفر وهي كفيلة بأنه تقوم بعملية إزالة الشعر بكل سرعة وسهولة. مع هير ريموفر سافيكن توفروا على حالكن وجع عملية إزالة الشعر وحتى الجروح أو الحساسية يلي أغلبية مكانات إزالة الشعر بتسببون. ومش بس هيك، رح توفروا مصاري لأنه بس ب $32 رح تتخلصوا من الشعر أو الوبر بطريقة سريعة أنتوا بالبيت ومن دون ما تزوروا صالات التجميل. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم ب $32 بس وين ما كنتوا بلبنان فري دليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بسلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.